خيار وطماطم جبنه خلاص ياكلوني. ايوه حاضر جايه. اهلا يا اسطى بازوكا، تعالى اتفضل. يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم. بقول لك ايه يا اسطى بازوكا، انا زعلانه منك جدا. امبارح انت قلت لي ان انت هتخلص الشقه وهتسلمها لي بالليل وما حصلش. معلش يا مدام، لا الشقه فيها شويه شغل، ولا عايزينها تلصق؟ هتلصق؟ لا 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 ارجوك الا التلصقه، ما تلصقش. خلاص يبقى تسيبيني براحتي بقى. طيب ماشي، خد راحتك بس ما تاخدهاش قوي يعني. يعني خد راحتك بس قول لي اديني ميعاد هتسلمني فيه الشقه. النهارده بالليل ان شاء الله. النهارده بالليل؟ اكيد. عيب يا مدام، بازوكا كلمته واحده. ما انا فاكره امبارح برضو كان كلمتك واحده. ما بلاش نتكلم في الماضي يا مدام. صح صح، الماضي كله جراح. بس بعدين انا مش بكلمك في حاجه يعني من سنه، ده لسه امبارح ما لحقش يبقى في بينا ماضي. ما تقلقيش، هنفطر ونشتغل على طول. ما انا عامله حسابي محضره لكم الفطار وكله تمام، كله بالف هنا وشفا. ايه عايز حمام؟ كنت منتم. الفطار كنت منتم، تقلقش. طيب استاذنك بقى يا اسطى بازوكا، ويا ريت ارجع من الشغل الاقيكم خلصتوا. اتفضلي انت يا مدام. سلام عليكم. ربنا يخبز لك العيش. سادة يا قاعدة تربو. المطبخ ده فيه أكل عمري ما شفته قبل كده. أنا أول مرة أدخل مطبخ أصلا. يا إنجي فين؟ يا إنجي! إنجي! مش قلت لها تستناني الولية دي؟ كل مرة هنروح بعربيتين. ايه ده؟ انتوا بتاكلوا؟ ما تيجي تاكل معانا يا اساس، اعمل لك سندوتش. كل ده اكل؟ استنى بقى في اللغة. بص يا اسطى الشرط نور، انا نفسي لو اتسدد والله العظيم ما واقف ولا هشتغل. عاجبك كده يا استاذ؟ اهو بطنه غضبت اهو، فيها 6 ساعات دي عقبال ما نشتغل تاني. لا 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 لا، وعلى ايه؟ انا اسف، حقك عليا يا استاذ تربة. كل براحتك، كل زي ما انت عايز. كل كل، بس اهم حاجه تخلصوا لنا الشغل النهارده. النهارده تقلقش يا بشويه، بازوكا قال كلمته خلاص. لا وانا واثق ان مالكش كلمه، قصدي واثق ان كلمتك واحده. ربنا يستر. كل على كده. الشقه دي تخلص في قد ايه يا اسطى؟ النهارده باذن الله. ساده يا اسطى ساده.